السلام عليكم احبابي، كنترجى من الله يلقاكم هذا الفيديو على خير ان شاء الله. رمضان كريم، صوموا بالصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي، بالمغفره ان شاء الله والعتق من النار يا ربي. احبابي اليوم جيت نشارك معكم واحد البريوات اللي كيجيو زوينين ولداد لدادين بزاف، فكنتمنى انهم يعجبوكم. يمكن نحتاجوا اليوم هنا بصله مشلضه، نحتاجوا كروفيت كما كتشوفوا. هنا عندي واحد 400 غرام هكاك، عندي هذه الشعريه الصينيه كما كتشوفوا، راها مسلوقه في الماء والملحه ومقطعه. عندي هنايا الفطر شامبينيون، عندي واحد العلبه كبيره. عندي زيت الزيتون، عندي الصوجة، عندي الزيتون مقطع هكا رانديلات، عندي واحد الطون الزيت، عندي عصير الحامض، عندي ثومه بودره، بصل بودره، وهذه الثومه بودره. عندي الحامض مصير كيف ما كتشوفوا مقطع هكا، الملح، التوابل هنا عندي تحميره وخرقوم وبزار وسكنجبير وشويه ديال الكمون، وهنا الحرور اختياريين يعني السودانيه اختياريه. بسم الله، غادي نبداو. كناخذوا هذه البصله هذه اللي مشلضه كيف ما كتشوفوا، كنزيدوا عليها زيت الزيتون واحد جوج ولا ثلاثه المعالق، ونضيف عليها الملح، وعادي نشحرها. صافي عندي راه فوق البوطه تشحر، ومن بعدها نبقى نضيف عليها العناصر الاخرى. صافي هنايا كنزيدو الفتة كما كتشوفو، كنحس عليها العافية. غنزيد التومة، غنزيد كذلك نسمة البصل، واخا راه كاين البصلة كتعجبني انا فيها. غنزيد الزيتون، غادي نزيد واحد جوج وريقات ديال الغار او سيدنا موسى. نزيد هاد الكروفيت هذا، غادي نزيد واحد 4 المعالق تقريبا ديال عصير الحامض. نزيد ديك التوابل، نضيف الملح، نضيف الحامض، وهنا غنزيد قزبر ومعدنوس، راني نسيت ما وريتهم لكم في المقادير. وهنا غنضيف غير هذيك الزيت ديال الطون باش يتشحر فيها هذا القوام هذا. كيف ما كتشوفوا غير الزيت حتى يطيب، عاد غادي نزيد الطون.
ونخليه يتشرب مزيان ومن بعد نطلقها. هنا كنزيد واحد 3 معالق تقريبا ديال الصوجة. كما كتشوفوا كنزيد هاد الشعرية الصينية كما كيف ما كتشوفو. صافي كنبقاو نخلطوها حتى كينشف، ما كيبقاش عندنا قطرة ديال الماء اولا هذا، كتجينا ناشفة. وكنطفيو البوطة وكنخليوها تبرد. وهنا غنزيدو هاد القطن. صافي غنطفي البوطة. وهنا احبابي هنحيدها من فوق البوطه، هانتوما كيف ما كتشوفوا، يعني غنخليها حتى تبرد مزيان وبعدين نضيف الفرماج. غنضيف ليها الفرماج احمر، يعني خاص تكون بارده ماشي ديروها سخونه باش ما يذوبش. غنبقى نحركها حتى تذوب او حتى تبرد. صافي نطلقها باش نعمروها في الورقه ان شاء الله. وهنا احبابي غادي نزيدو هاد الفرماج كيف ما كتشوفوا، هنا راه بردات. صافي كنزيد الفرماج وكنخلط ونتلاقاو باش نعمروها ان شاء الله. شديت الورقه كبيره وقسمتها على جوج كيف ما كتشوفوا. هنا خلطت الماء والدقيق تولي هكا. صافي كنجيبو شويه من الحشوة هكا بالشكل هذا نجمعوه. صافي كنشكلو بريوه. نتوما الى شط لكم هذا هكا كثير، كنجيبو مقص كنقطعوه من هنا. صافي كناخذو الدقيق ماما كنديروه من هنا. ماما كندخلو ها هي البرغي ديالنا كيفما كتشوفو. هنا احبابي كيف ما كتشوفوا راني درتها بالهريسه. صافي كنبقى نشكل عاوتاني وحده وحده.
وهادو هما البريوات احبابي فاش خرجناهم من الفران. هانتوما شوفوا كيف كيجي، راه كيجيو محمرين احسن ما تقليوهم في الزيت، كيجيو مزيانين. نديرهم في صحن التقديم ونطلقهم ان شاء الله. وهنا احبابي كيف ما تشوفوا هذا هو الطبق النهائي ديالنا. هادو هما البريوات ديالنا، رقناهم بالصوجة اللي كتجي رائعه معاهم. كنتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم. كنشكركم بزاف وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. مع السلامه احبابي.